لا لا الو غادي ندوز واحد الحلوه سي مويلو بالتفاح كراميليزي. انا بين قوسين هذه راه كنت استشرت مع ليلى ام ياسين باش نقول لها شنو نعطيكم وداك الشيء. وعطيتها هذه الحلوه جرباتها وقالت لي راها جرباتها وعجباتها. اييه بعثت لي بالصوره ديالها البارح في الليل فعلا قالت لي راه غتعطيها لكم ان شاء الله. هذيك كتجي صدقني انها كتجي زوينه، ولكن عاوتاني دائما كنعطيكم حاجه وكنعطيكم لي فاستيز ديالها. الملاحظات هذوك هما اللي كينجحوا كيخليو انا نتصدق هذاك الاقتراح من الاول. الوغ هذه كتكلف نهارها لان علاش عندي فيها التفاح، مي هي بنينه ولذيذه واللي بغيتي وبطريقه جديده وما تعطاش حتى هي حصريا على مدراتي. انا ديما كنحاول لسناء نجيب لك في البرامج ديالك نجيب لك شي حاجه جديده. لا يخطيك بارك الله فيك. الوغ غنبداو. الوغ فيها ثلاثه تفاحات منقيين مقطعين مكعبات صغيره وكنسقيهم بالحامض. كنهز واحد الطاوه، الطاوه تكون مزيانه ما ندير فيها لا زيت لا زبده لا والو، غادي نديرهم في ديك المقله ونحاول نشفهم غير شويه من الماء، واللي بغى يخليهم خضرين يخليهم، زعما انا كنديرها هكا وهكا فديبو على النوع التفاح اللي واخده. كنديرهم في المقله وكنشفهم غير شي شويه، كنعملهم في واحد الجبانيه دو كوتي. ملي كيبردوا كنزيد عليهم واحد الحفنه ديال الزبيب. حفنه ديال الزبيب اللي بغى يرقدوا شويه في العصير البرتقالي ديالو ما بغاش غير يخليه ما كاين مشكل. كتزيدي عليه واحد الحفنه ديال الزبيب ومن بعد تزيدي معلقه ديال القرفه. ايه واخا دو كوتي. دابا غادي ندوزو ناخذو هذاك لاكريم اللي غنديرو فوق منها. مكونه من ثلاثه ديال البيضات، فاني، 100 غرام سكر سنيده، 150 غرام زبده الزعبر وليس المارغرين، 200 غرام ديال الطحين. الوغ راني بديت كنحاول شويه نقادد لكم كيسان د العنبه، هما جوج في كيسان ولازم خصنا نساعدو شويه. ايه فعلا. وخماره ديال الحلوه واحد 4 معالق ديال الحليب. 4 المعالق ديال الحليب. سي بون. هذه الطبقه الاولى، الطبقه الثانيه وهذا هو الكراميل وهذا هو السر ديال هذه الحلوه هذه، وهذه هي الاضافات اللي كاينه. فيها 100 غرام ديال السكر سنيده. فيها 40 غرام ديال الزبده دايبه. فيها بيضه. فيها فاني. كما العاده واحد الحفنه ديال اللوز ايفيلي. سي بون لا سنة. الوغ دونك التفاح حنا درناه في الجبانيه ودرنا عليه الحليب وديك المسائل، عفوا القرفه وخليناه دو كوتي والزبيب ضروري. زعما راه تجي غيش ما ماشي زعما ما فيهاش مقادير، تبارك الله عليها فيها ما يدار. انا غادي نطربوا الزبده مع السكر. هادي في ديك الكريمه، في الكريمه الطبقه الاولى. هادي غادي نوجدوا بعدا طاوه دائريه نعملوا فيها الكاغيط سلفيغيزي، وكما تنقول دائما الكاغيط سلفيغيزي كينفعنا نديروا فيها الكاغيط. طاوه كنوجدوا دائما الماتيريال على لسانا قبل ما نبداو الخدمه. الوغ كنطرب الزبده مع السكر حتى كترجع لي كريمه بالباتور. ومن بعد كنزيد بيضه ورا بيضه، قلت لكم عندنا ثلاثه ديال البيضات. ومن بعد كنزيد ديك الطحين مع الخمارات، وغنزيد ديك المعالق ديال الحليب ثلاثه ولا اربعه المعالق شي حاجه قليله، وإلا بغيتو زيدوا واحد المعلقه ديال عصير الحامض اللي بغا. وفي الاخر كنهز ديك التفاح اللي درت ديك المكعبات الصغار اللي درتهم شويه في المقله وكنزيد نضيفهم على هذا الخليط وكنخلط. كنهز هادشي وكنديرو في الطاوه ديال الفران، في الطاوه ديال اللي درت ديال الليمون. غادي ندير فوق منها الطبقه الثانيه، الطبقه الثانيه هي اللي عطيتكم. الوغ كتهزو ديك 100 غرام ديال السنيده وهذا هو السر، زائد بيضه كتخدمهم مزيان على اللسان حتى كترجع بحال الكريمه. يعني بيضه مع سنيده. مع سنيده 100 غرام، وهي شويه كتجي حلوه ولكن هي اللي كتعطيها التعليكه، المهم فيها بس مره نديروها ماشي دائما. ومن بعد كنزيد 40 غرام ديال ديك الزبده دايبه شويه بشويه. وفاني ليكيد ولا غبره. ايه واخا. ومن بعد كنزيد عاود حفنه ديال اللوز ايفيلي. اللوز ايفيلي ما محمر ما والو. لا والو خضر، لا ما محمر ما والو. كنخلطو مع هاد لاكريم وكندير هاد لاكريم فوق الحلوه. ايه طبقه ثانيه. طبقه ثانيه وكندخلها للفران وكتبقى بالراحه كتجي مويلو نيت، كتجي معلكه، كتجي زوينه اللي بغيتو. تبارك الله عليك. الله يبارك فيك. الوغ نفس المقادير مشكل اخر. ايه تفضلي. نفس المقادير ديال الحلوه، ماشي الكريمه غير الحلوه، يعني ثلاثه البيضات مع 100 غرام السكر مع الزبده مع الطحين مع الخمارات. مي الطريقه مختلفه، شنو كنديروا؟ كنهزوا الطاوه النيت فيها الكاغيط سلفيغيزي. انا كنحاول نعطيها هكا وهكا على حسب كل واحد.
كنهزو الكاريط كنهزو واحد الزلافه كنديروا فيها شويه ديال الزبده مذوبه مع واحد جوج معالق ديال السكر ديال لاكاسوناد عفوا. واللي ما عندوش لاكاسوناد يهز جوج معالق ديال السكر سنيده يدير لهم واحد شويه ديال العسل الاسود وتيبدا تيفركهم بيدو باش ديك كل سنيده كتغلف بديك العسل. المهم ماشي بحال الكاسوناد ولكن ساندي باناج كتخلي شويه ينشف في الهواء. هذه النيت الا بغاوتيها لي كتخليوه ينشف في الهواء بحال الكاسوناد مي سي با لا ميم شوز يعني الضوء تيجي شويه مخالي. المهم غير تيعاوننا شي شويه كنخويو هذا الميلونج ديال جوج معالق ديال الكاسوناد مع الزبده كنخويوها في الطاوله لا سناء وكنصفو شرائح ديال التفاح على شكل ورده. غادي نبداو بالشناب ومن بعد الوسط حنا غادي حتى كنوصلو للوسط وتنخوي ديك الخليط اللي قلت لك ديال الكعك وكندخلها للفران. ملي كندخلها للفران المهم كنخليها طيب في التقديم تنقلبها وتنقلبها في الحين لان ملي غادي تقلبوها تتلقاو ديك التفاح معسل وعاطي واحد اللون غزال. كنقلبوها في الطبسيل وكنحيدو الكاريط كنقلبوها من حدا مازال سخونه باش سينون ديك التفاح كله غينسقنا في الكاريط السلفيغيزي يعني كتقلب من حدا سخونه. هذا هو لاستيس ديالها. تبارك الله عليك ملك الله يعطيك الصحه. بصحتك ندوزو الكيك بالشوكلاط والكراميل واخا نخليوه حتى لغدا لانه مابقاش نعرف. الله بيان سور بيان سور نبداو به هو الاول. الله يعطيك الصحه تبارك الله عليك. الله يعطيك الصحه نتمنى يعجبكم هذا الشيء. اكيد هادو كانوا نيت طوال وخصهم شويه الشهر باش يتفهموا. ما كاين حتى مشكل. صباحك مبروك ملك شكرا لك. الله يبارك فيك. ميرسي بون جورني. تحياتنا لك بارك الله فيك. نتمنى تكونوا سجلتوا معنا هذه الاقتراحات المميزه اللي قدمت لنا ملك واكيد غادي نواصلوا باقي الاقتراحات اسبوع بالكامل. مشكوره جدا غادي تشارك معنا لحظة مستمعينا فاصل.